صلى الله عليه ظهر لي عنها هي هم الدارين، وصلى الله عليهم واللي نصلح بيها ذوك الثنتين أمين. اللهم صلي على سيد المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم على ذكرى خير الورى وشفيع الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. إذا وأستضيف لهذه الحلقة المباركة ضيفة الشرف لهذه الليلة عضو مجلس الشيوخ والفنانة الكبيرة والمتألقة وسفيرة الوطن المعلومة من تلميذ الداح. أهلا بك. مرحبا. شكرا. أهلا بك وسهلا على مائدة طبعا خير أفضل البرامج اللي تعود، هي البرامج اللي حول ذكرى طبعا مولد الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا والسلام. اذا طبعا اذكر المشاهدين بان الرقم اللي يظهر على الشاشه رقم فيكس اللي يظهر على الشاشه رقم الوطنيه، بانهم بامكانهم الاتصال بنا وبامكانهم ايضا الاسئله المطروحه بسيطه جدا، هو انهم احدهم يتلف لنا الليله ليله التبرع على خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام. منكم قال لنا تبرع على الرسول عليه الصلاه والسلام. يسوى مستلويها والله قايلها ضرك والله قايلها في الحين. له ان شاء الله يجبر جائزه مباشره. جوائز هذه الحلقه مقدمه من طبعا من جولد الروز، وهو طبعا مستحضرات اللي معروف انها تروج الوطنيه. هاي المستحضرات عندهم منتج جديد هو امساك عاليه الجوده، هذه الامساك خطر انهم يساهموا الليله معنا في الحلقه ويقدموا جوائز في ذكرى الرسول عليه الصلاه والسلام. وايضا شركه توبلي للالبان الوطنيه الالبان المحليه الشركه المعروفه توبلي قدمت ايضا جوائز في الحلقه، قيمه الجائزه 50 قنينه بين البلبل والبلبقر وايضا اللبن والرايب ايضا. وجميع الجوائز متناولكم فقط تبريعه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الليلة هي ليلة التبرع على الرسول عليه الصلاة والسلام، التغزل في طبعا قيم وأيضا بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الشوق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وشكرا لشركة توبلي على الجوائز اللي قدمت هذه الليلة، وشكرا أيضا لمستحضرات جولدن روز اللي معروفة اللي أيضا عندها منتج وعندها أيضا مستحضر جديد وإمساك عالية الجودة ومضمونة طبيعية اللي تعطي جوائز الليلة. منكم التصل كامل اللي يجبر مسكحر مباشرة، والله مولي يجبر عاد يبقي مولي الألبان اللي يجبر أيضا منتجات الألبان، وهو كيف ما قلت لكم كمية 50 قنينة من الألبان، وأيضا لجميع منتجات توبلي شركة توبلي وللألبان المحلية. وطبعا الحلقة كانت المفروض أن تعود يوم العيد، ولكن للأسف الفاجعة اللي صحى عليها الموريتانيين واللي تتمثل فقيد ابن الرئيس أحمد رحمة الله عليه، هي وددنا نأخروا الحلقة نظرا لأن القناة كانت معدلة حداد وتأخرت، وأول لقاء كان لليلة بعد الحداد وأيضا في موعد البرنامج تناقل مع موعد البرنامج. الفنانة الكبيرة المعلومة تلميذ داح شرفتني بحضورها الليلة، واللي دائما تشرفني به ودائما تشرف الجميع بحضورها، لأنها طبعا معروف أنها جانبها الروحي والمدايح عندها، وأيضا هي من أسرة خطرة تسمي روسها باسم المدح لأنها سخرت روحها للمدح على الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضلي معلومة. مرحبا. شكرا. أنا بدوري مسلم عليكم كاملين ومباركة لكم مناسبة عيد المولود ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، مناسبة المولود النبوي الشريف. وفي الحقيقة بعد هذه الحادثة المؤلمة اللي خلقت في الأسبوع الماضي، وهي رحمة نجل الرئيس الموريتاني والصحابي الموريتاني الآخر وهو عمر جاي، ف الحقيقة نحن يعني موريتانيا كاملة على قد تحدث وكانت على قلب واحد، وكانت كاملة على قد مطبوعة بالحزن العام لهذه الأحاديث المؤلمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونتمنى إن شاء الله للعائلات عائلة رئيس الجمهورية الموريتانية واللي هو الرئيس أنهم إن شاء الله يتمتعوا بالصبر وبالسلوان، ونتمنى له إن شاء الله الجنة إن شاء الله والرضوان، ونتمنى للاخ الاخر الصحابي الجنه والرضوان والنهل ان شاء الله يصبرهم الله تبارك وتعالى، ونتمنى للي مرضى الشفاء ان شاء الله تعالى، ونتمنى لكل الموريتانيين ان شاء الله الخير والسلام والعافيه والعز والامن لبلدنا ان شاء الله والازدهار، ونتمنى ان شاء الله نعيش دائما في المحبه وفي الافراح ان شاء الله تعالى. لله وانا اليه راجعون، والحياه مستمره هكذا. ف
ما بالمناسبة هذه سهرة الليلة، فهي سهرة مهمة طبعا، لأنها يعني تتكلم عن المدايح وعن الغناء اللي مثلا يخدم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، الابتهالات لله تبارك وتعالى طبعا، وهذه يدور في هذا الشيء اللي حقيقة مفيد، ومفيد ان انتم دائما ركزوا على هذا الجانب لانه هو جانبنا وبعدنا الروحي الحقيقي. وشكرا. شكرا جزيلا لك طبعا. وطبعا نسيت ايضا نعزي فقيد طبعا الساحه الاعلاميه، وايضا الجرحى نعزي عمر الجاي ايضا واسرته الكريمه، لان الفاجعه كانت اكبر من ما نتصور. وطبعا الحمد لله على 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 سلامه البقيه. وطبعا شكرا لك المعلومه، وشكرا ايضا للشرايك اللي دعمتنا الليله في اطار محبه الرسول عليه الصلاه والسلام وفي اطار التبرع. المعروف التبرع عنده بجانب عاطفي، واكثر عاطفه اللي قد الصغار قاش فيها عواطفه تجاه الرسول عليه الصلاه والسلام، والمحبه العارمه اللي نتمتع بها كمسلمين ونتمتع بها اكثر المجتمع الموريتاني عن غيره، عن غيره من المجتمعات. اذا طبعا الرقم كما اسلفته على الشاشه، اعطونا الرقم على الشاشه وهو 45 29 32 14، 25 29 32 14. إذا جبرتوا الخط مشغول ما شاء الله موريتان كاملة اتصل به، وخارج موريتان يلا تحاولوا مرة أخرى. هنا قبلكم إن شاء الله، هو فيما قريبا إن شاء الله هنا قبلوا اتصالاتكم، والتبرع على تبرع مستمر، وكل تبرعة على الرسول عليه الصلاة والسلام مقابلها جائزة قيمة، إما مجموعة من منتجات توبلي عالية الجودة، وإما أيضا عطور عالية الجودة أيضا من تابعة لمستحضرات جولدن روز، أيضا المعروفة في تيلي شوبينج معروفة هون عندنا، طبعا فيها جميع المستحضرات وفيها جميع الماركات الأخرى. لهنا طبعا في انتظار مكالماتكم، لهي شوي نطلب المعلومة بما أن المقام مقام مدح، وسويت قبيل عن أصل التسمية، تسمية أهل الميداح. أهل الميداح وصلني قالوا عمر والمان، ولكن لانه كان متخصص وحب يكون مثلا دوره الفني متخصص في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام، عادوا يقولوا له الخيام المداح الميداح اللي هم المحصر، نحن اصلا ناس كبرت لي في بعدين قالها المحصر كانت، وهو اصلا اماره الترانزيت، فعادوا يقولوا له الميداح، وهي هي اللي مشات له وتقولها له والدته، وتوفوا اخوه الاخر قال له اخوه الاخر اللي هو المختار، المختار والمان، والاخر هو الميداح اللي مشات اللي هو عمر. وبالحقيقه هذا الاسم مثلا خذت مثلا فينا مولي مداحه، مداحه مثل الميداح، وهنا ميداح ولا الميداح مثلا هذا كامل عليه بده الحمد لله شيء بعد الحمد لله في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، أسرة الحمد لله معروفة بهذا. دائما الناس طبعا أنت كبرتي في جو أسرة أيضا فنية، ودائما تمجد ليلة الجمعة وليلة المولد يخلق تمجيد كبير للرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق المدح. من درك هذيك الطقوس ما زالت محافظة عليها فترات لاحقة، وإلى حد الساعة كان ذاك ما زال ماشي نفس الوتيرة، والله ليش؟ والله ما هو المانع، إيش تغير؟ وفي الحقيقة تغيرت قاع مثلا الحالة كاملة به اللي الناس كانت فرقان وكانت تتواصل، وكانت صلة الرحم مثلا شيء مثلا مداوم عليه، والآن المدينة والدشرة وهذا تغيرت مثلا الملامح اللي كانت موجودة، وتغيرت اللي الناس متى تتواصل بك الصلة اللي كانت موجودة، وحتى إن ذاك من الفراغ اللي كان خالق للناس اللي تجابر فيه تغير ذاك كامل. ربما تكون ذيك الناس اللي كانت ذيك الساعة مثلا عند ذيك الطقوس اختفت كاملة على قد جوار كعالم آخر، وش من الناس الآخرين قد يقعدوا يمارسوا المدح بطريقة أخرى تتغير شعبية. عن هذا لأنه دائما عندهم منين يعود شفت بعض اللي كان هون متواصل بعض النواكشوط هون من فات الناس جات عن دائما فرصة ليلة المولد عليه السلام، في الناس يجي يحتفلوا بالاسم، واحدين يحتفلوا بالمولد، وهذا كله بعد الله يخلقوا فيه حركات مثلا مفيدة به اللي من صيلة الرحيم ومن أم اللي من ذكراه ووصل عليه، وياسر به قاع الناس مثلا ما الاحتفال به ما هو كيفة الاحتفال اللي يعدل في الأعياد الأخرين في عيد الأضحى ولا عيد الفطر، لانه هو عيد مولود الناس المسلمين تتباشر بين الليله اللي
يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فعلا ليلة عظيمة وتستحق هذا، ولو أن الناس مختلفة، ولكن إحنا بعد الموريتانيين كنا عادي عندنا، ودائما عندنا نعظم ذا النهار، ما نخلوهم شي، ما عاد الناس حاسة عنه مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وخلق به صيلة وصلة ياسرة للنبي والمدح. هذا هو اللي كان كنا نعرفه. معروف انك طورت الموسيقى الموريتانية، وانك عدلت تطوير جديد في الموسيقى الموريتانية، لان نسمع ورك مدحة مطورة في مقام حديث، والله زاد مولي قلت انك تطوري لها من التراث الاصيل، قد تطوري حول نعود مسموع عالميا. هو صراحة احنا اللي عندنا احنا في موريتانيا هون عندنا مقامات معروفة، عندنا مقام كر، عندنا مقام باقو، عندنا مقام الكحال، مقام بياضي، المقامات معروفة كلهم مثلا يتنصلوا منه مثلا أرخاء أخرين ولا مقامات أخرين، وهذا معروف عندنا في الهول كامل الجوانب ثلاثة، جنب الكحل وجنب البيض والقنيدية. مثلا هذه المقامات كاملين على قدهم، هم في شيء قالوا المقام الخماسي، هم كاملين خماسيين. وحقيقة عن ذي اللي عندنا احنا منهم، عنه يلتقى مع الموسيقى العالمية ذي اللي منها قالوا بلوز، هي اللي مثلا كحال كارن تماس أركاتي والله من كموسة، والله اي مثلا نوع من انواع كر تقريبا نوفر، والله هذا كامل على قدو يعود غناه من يتري وغنى لك انك تغني بالبلوز. ومن الغريب والعجيب كونهم كانوا يبدؤوها اصلا بالمدح، بيات بالمدح كحال كر، وهذا المدح يقولوا المدح بن وهيب، والله مدح واحدين يسموه مثلا يعني، والله مدح لك حل، والله المدح لعيش، والله هذا كامل على قدو عند 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 كان الموريتاني يبدا بمدح الرسول عليه الصلاه والسلام، والله ملي بشكر لله تبارك وتعالى. فهذا هو اللي كان يخلق اصلا. غير انا قررت اني بما اني اللي نعدل مقدم الموسيقى الموريتانيه، الروح الموسيقى الموريتانيه، نحاول نقدمها في ذوب مثلا عصري ياك العالم الاخر بدي يفهمها ويتقبلها بسهوله، لان لابد من تعود القضيه فيها نوع من الجمال والتناسق والنظام وذا النوع يجعلها تقدر تعود العالم الاخر يعرفها. هذه الاغنيه هي سميتها اصلا نقولها سيد الامه، والسيد الامه هذه نقدر نكتب نحكي كلامها سابق والله سابق تسمعوها هي. بين السيد لما محمد بالحق جاء، نحن به آمنا خاتم الأنبياء، كنا في جهل وفي ظلمة وهو للنور هدى، ذاك النبي الإمام داعي الأمم للسلام. بين السيد لما هذا عدلته زمن تحريم الحجاب في كل وقت، حق المرأة معروف في القرآن وموضح، واللي احترمها موصوف عنه، واللي احترمها موصوف عنه على الدين اللي صح، واللي احترمها موصوف عنه على الدين اللي صح، والمرأة ما هي بضاعة، فيا دين البياعة والستر لها مناعة، ولا هو ضد الصناعة. جميل تبحت. بين سيد رمى محمد بالحق جاء، نحن به آمنا خاتم الأنبياء، كنا في جهل وفي ظلمة هو للنور هدى، ذاك النبي الإمام داعي الأمم للسلام. بين سيد رمى محمد بالحق جاء، نحن به آمنا خاتم الأنبياء، كنا بجهل وظلمة هو للنور هدى، ذاك النبي الإمام داعي الأمم معروف في القرآن موضح،
واللي احترمها موصول، لكان الطريق الصح لمرأة ما هي بضاعة فيا دين البيعة، والستر لها منعة ما هو ضد الصناعة، حق المرأة معروف في القرآن وموضح، واللي احترمها موصوف ذاك على الطريق الصح لمرأة ما هي بضاعة فيا دين البيعة، والستر لها منعة ما هو ضد الصناعة. بين سيد الأمة محمد بالحق جاء، نحن بأمنا خاتم الأنبياء، كنا بجهل وظلمة أول النور هدى، ذاك النبي الإمام داعي الأمم للسلام. بين سيد الأمة محمد بالحق جاء، نحن بيامنا خاتم الأنبياء، كنا بجهل وظلمة هو على النور هدى، ذاك النبي الإمام داعي الأمم من درا كانت تستهويك المدحات التقليديه، كانت قنيت شي منها همتها والله ابتهالت اصلا انت حرصي انك تبقى تغني ذا اللي شعبي اللي من التراث اظن اللي هو في ياسر عيت، ما زلت صغيره الساعه نعود مع الناس اللي تمارسوا نعود زين عندي حد في ياسر زين عندي حد. سمعت لك شي تقولي فيه بيت والله بيت والله اذا طبعا لهنا اعطوني اتصالات لان نبغى اتصال ونرجع للمتحف. اعطوني اتصال تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا. تفضلي. تفضلي. تفضلي تفضلي اعطينا بالك شوي. تفضلي. قطع الخط للاسف انقطع الخط. اذا لين تجهزوا مكالمة وتكتبوا رقم ولاها وخطوه لجاي. اذا مش سهويك منها قد سمعتك تقولي مدحه زينه ما هي مدحه زاد ابتهال ببدايه سبحانك ما اعظمك ذكرتيها انا اللي حافظها حتى سبحانك ما اعظمك به ايش رابطه من مخا انا ذاك تتي مريم لا نعود انا نسوت تنسى انا ما بتعرف انا ضباطه انا بعد زينه حتى عندي نهى الوالد زراق 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 الوالد اصلا لوالدك عندي عندك بابيات محمد احمد يورا محمد احمد يورا معاهد بالميموني اقوى ترك معاهد بالميموني اقوى ترك اللي لم تبكيها بما اصبرت او ما هي كانت ما هي هذه نوع من مثلا البكاء على الاطلال شعر محمد كان مثلا مقر فيه مثلا ديار كانت عامره بالحياه وبال طرب تفكر ملكوت يتأمل هو محمد ملكوت. كان من ولياء الله هو من نفسه شاعر شاعر غير ملي مصروف عن ظاهرته به اللي كان مثلا يتغزل ظاهرية انه غزل ولكن اذا كان على قد المجر هو التأمل ابعد من ذاك كان يبحر في بحور اخرى نحن
العاديين ما ندركوه وضبط الكلمات ولا ظهرك والله والله زين. عندي انا دائما ذهني معاهد بالميموني اقوى تراك لان لم تبكيها فما اصبرك امست لسداني لسداني فلا مألبي نحن امس شوي بعد ما كانوا بها خر الدنيا اصطدننا مثل اصطياد الشرف امست لسداني فلا مألبي فكل حرب لها مثل نني عرك من بعد ما كانوا بها خر الدنيا اصطدننا مثل اصطياد الشرف لا طارب فيها ولا مطرب فسبحانك اللهم ما اقدرك. المعذره ما حكيتها تقدر بصفتها الصحيحه ولكن بعد هي اللي عنكت عليها. انا كنت تغني في الزراق كنت تغني بها في الزراق تعرفين الزراق من الزين الشيء تغني فيه والله هذا من القله اللي تغني بها الزراق. ذاك الصك كان يشبه بي وتعد معدل له الحاله. الله زين اعطوني اتصال. تفضلوا. سبحان الله تخاف ما هي شيء وطني الله. الو نعم تفضل. الو تفضل. الو تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد شوي من التلفزة عاد اسمعنا. ايه ايه واقول تفضل راح اختار له تبريعه. اول ما تذكر الفنانه الكبيره من عاد. شكرا. ايوه تفضل. للأسف انقطع الاتصال. اختاركم شوي تعودوا حاضرة بجيتكم كلكم حضر مشاركته اللي يشارك بها في المسابقة. تبرعة كيف قلت تبرعة على الرسول عليه الصلاة والسلام ومباشرة اللي هي جبر الجائزة والله يحاول تبرعة بعد. وأعطوني اتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. يا أهلا ما شاء الله مرحبا وسهلا. برنامج التلفزة والله أمين. إيه برنامج ما تفضل وطنية. إيه نعم أنا شاكر الضيف المعلم في النداء. شكرا. ألو تفضل تفضل. شاكر برنامج في النداء وأنا مفرح بها وشاكركم أنتم. شكرا. فنان عنده حق الوطنية عنده حق الوطنية وراني افتخر بها متعز بها وتحيكم انتم كاملين. شكرا. مرحبا بك. مرحبا بك وسهلا معنا في مسابقة ما عينك فيها. مرحبا وسهلا وهلا. اذا يعطوني اتصال اخر. تفضلوا. تفضل. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الو تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا بخير. ما شاء الله الحمد لله. الو تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا الضيفة حسن معك. انقص تلفزتك شوي خليك انقص تلفزتك شوي. انقطع الاتصال. وصيهم انهم يتم البعض. شوفوا اللي طول اعماركم، لا تخسر علينا الحلقه ويخسر علينا اتصالاتكم، تخسروا علينا الوقت. عندنا مجموعه من الجوائز كيف ما قلت لكم. يلا تكون كلكم يجي محضر مشاركته ومحضر ملي ايضا. ويبعد من التلفزه. شكرا ويبعد من التلفزه نهائيا والله والله يقص صوته نهائيا. ويتصل بي سمعنا من التليفون. ويوعد ملي موجز عاد عنده شكر مرحبا وسهلا عاد عنده معيد على الموريتاني مرحبا وسهلا عاد يدخل بالمسابقه ويقعد محضر مشاركته. كيف ما قلت لكم التبرع على الرسول عليه الصلاه والسلام قلت لكم حضر تبريعه ولا حضر اي شيء عليه يبقى يقولوا على الرسول. تفضل تفضل. الو نعم تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الو تفضل تفضل. السلام عليكم. ما شاء الله مرحبا وسهلا. الو تفضل.
يا خير. ما شاء الله الحمد لله تبارك الله. لا كيفكم حتى شكرا. لا يدخل معنا المسابقة. الله يعين. ايوه تفضل مشاركتك شنو؟ تبغي عجازة؟ والله اللي جاهزة. ايوه عملها. ما نبقي خاطيه محمد صلى الله عليه. برافو عليك. ما نبقي خاطيه محمد صلى الله عليه. زين. اذا مرحبا بك. تختار جائزة تعود من منتجات توبلي والله مسك روكسن. ايوه زين مسك رجالي عالي الجوده ان شاء الله ودور تجبروا دور ان شاء الله انتصروا بك. مرحبا بك وسهلا وسهلا. مرحبا بك. يا مرحبا وسهلا وسهلا. شكرا على اتصالك. مرحبا وسهلا وسهلا. طبعا كيف ما قلت لك قبيله الردود على المدح جاء طبعا وكثر المدح عندك. اغاني مجموعه من الاغاني مجموعه من الكلمات بعضها اخترتي انت قلتي انت وبعضها تقبلي عند الشاعر وتعجبتي تقبلي الصوره اخرى تغير انت في الصوره خصوصا الإساءات المتكررة للرسول عليه الصلاة والسلام. كلهم الحمد لله لحقني ذا في موقع باستطاعتي يعني توصلي نرد حسب مقدرتي مثلا. كنت واحدة لغنية نبينا هذه اللي لها نحكي لك زادية هذه لحقتني في حالة اللي سجل ألبوم نور ذيك الساعة في باريس وسجلت هي ونور تنتين في الألبوم هذا كردة فعل ينقول فيها كلماتها طبعا اللهم صل وسلم على النبي المعظم وآله وصحبه وأهدنا بهديه سيد الخلق أجمعين بأمر رب العالمين إلهي إله البشر وما اختفى وما ظهر له اللجوء والمفر جاعل لكل قدر جاء بالخير والحكم حاملا لواء القيم داعيا لكل الأمم لنور الإله الأعظم محمد الخير الأنام بالعدل جاء والسلام وبالمحبة والوئام بين الشعوب والأمم. جميل حتى رائع جدا عليه الصلاة والسلام رائع جدا. هذه هي ونور الثنتين قدمتهم في نفس الألبوم ألبوم سميته نور. شنو صدى ألبوم معدل في باريس وعندك اتفاقية على ما أعتقد مع الثنتين؟ وطبعا أنا الساعة معي تحت حضانة الفنية تحت رعاية مرابي بليدة معروفة كانت من الدور اللي نشو ونور هذه قدمت هي نور اصلا هو الدعاء اللي ينقال احد جايس المسجد مثلا اللهم اجعل في قلبي نور هذاك الدعاء قبضت استوحى هذاك الدعاء طبعا مثلا سقته بطريقه يصلح للحن اللي عدلت مثلا تنقول نور على نور يعطينا البيانو شوي نور على نور أملأ قلبي نور وعيوني بالنور واجعل سمعي نور من أمامي نور ومن خلفي نور عن يميني نور وشمالي من نور أجعل صوتي نور وفي قبري نور واجعلني في بحور نسبح وسط النور وبني لي قصور في الجنة من نور إلهي يا نور. إذا طبعا متشبعة هون بالصوفية والله متشبعة بالبعد الروحي الكلمات. إذا طبعا أعطوني اتصال آخر أعطوني اتصال بعدين تكتب الرقم أعطوني اتصال وكيف ما قلت لكم بأن المسابقة مفتوحة الليلة كاملة وفاتش بر واحد من المشاهدين جائزة عبارة عن مسك رجالي من روكسن وطبعا كيف ما قلت لكم وتابع لمستحضرات جولدن روز وطبعا تيفي شوبينج وأيضا منتجات توبلي للشركة الوطنية للألبان طولية الشركة المنتجات الألبان المحلية. نعم تفضلوا يشارك المسابقة. والله تفضلتوا ما عندك مشكلة بينا بارد الطلعة
ايوه زين تفضل. بها بارز العزه. ايه. من قبر نزول الوحي اليك. ايوه. من قبر نزول الوحي اليك. من برزه تعطيه البرزه. من برزه تعطيه البرزه. من برزه تعطيه البرزه والله. ايه ايه ايوه. ترضى. تعرض. تعرض له مخاطر جديدة. تعرض له؟ قرصور الصحك. قلت لك. مخاطر جديدة. ذي مدحة تقليدية والله. توقع النصر. شوف احنا ندور التبرع، لين ساعدك انا شوي، لا تقطع الخط. لين نقول لك هون تبرعة توفي هذه. تبرع المجموعة هم الشباب اللي الدرجة لكيفكش عدروا هنا عدروا تبرع حمل التبرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوقي للرسول فيه تصول أخلاقي ود. شوقي للرسول فيه تصول أخلاقي و معلومة بعد وفاته ودجول. برافو عليك. إذا أنك طبعا برافو عليك وعندك جائزة مقدمة من شركة الألبان توبلي. شركة الألبان توبلي عندك 50 قنينة بين لبن البر ولبن البقر والرايب وذا كامل المنتجات. وألف مبروك. مرحبا بك وسهلا. مرحبا. لا بارك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا لا لا بارك رسول الله. إذا طبعا كما أسلفت شركة توبلي مشكورة قدمت جوائز في هذه الحلقة لطبعا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. والتبرع مفتوح وكثيركم تترنون إلا بتبريعة. كلكم يعود جاهز وناقص التلفزه ومجهز مشاركته. وأيضا تعود إذن كيف ما قلت لكم شركة توبلي مقدمة جوائز الليلة وأيضا عطور عالية الجودة وهي عطور روكسن مقدمة من جولدن روز والله زاد تيفيا شوبينج معروفة لديكم. وإذا طبعا ياك ما نطولوا على المشاهد والملل عندك هون. شوف احنا ايوه احنا اللي هي ظاهر لي عني عندي اقتراح شوي والله ان نظل انه هو ثقيل قطيع الافكار هذا خلينا نوفوا الجانب هو ما هو طويل والله هم نفتحوا الاتصالات يعودوا هم قاعد يحضروا رؤوسهم صح هم اللي حطوا الاتصال فجاه تفضلي فهمتي يعودوا يهيشون يعودوا احنا هم اللي نوفوا عنا كاع هذا نعودوا معاهم يشاركوهم تو كاملين فهمتي بيلي كنا بدنا ندخل معنا المسابقه ان شاء الله حضرت بريعتك فيه يعني المواضيع متشعبه وكبيره وبما ان مولين احنا مثلا كفنانين نعتبر ان الفنان عنده رساله مهمه جدا في المساهمه في الرفع من مستوى قيم ومن مستوى مثلا فكر ومن مستوى المجتمع بانه خطابه اللي عنده صوته اللي طاه مولانا والموهبه اللي طاه مولانا المقدره يقد يوظف في الطريقه يعني تعود ايجابيه ومساهمه فعاله في يعني في تنميه المجتمع الثقافيه والفكريه فهون لابد ان تكون هنالك رده فعل الفنان يشعر بنكبات الامه ومشاكلها اللي تحس بهم نحن هنا عندي اغنيه مكتوب هي لله نقدم لك راح نحكي لك كلمات هي وربينا هذو الكلمات كلهم اللي نحكي لك كلهم كاتبتها انا ولاني بعد شعري اعتذار باطل للشعراء لعل يشكوني هامنين نخش عليهم حرفتهم انا نعدل كلام يملي الالحان اللي نعدل نعمرهم به ونبحث عن صور نجبرهم اللي نعدلته وهذه هي حقيقه اللي نعدل في واحدين يقولوا ياسر مشي عن المعلومه عنها تقول ما هو موزون ولا وكذا هو موزون يا غير موزون بطريقه موسيقيه وربما يكون الناس اللي ما هي حتى متمعنا بالموسيقى هي اللي ما تفهم وزنه هون مكتوب هذه اغنيه كتبتها في اخر البوم عندي ونعالج فيها نوع من المشاكل نقول فيها يا رب بيانو سمعنا هو شو نقص شو يا رب منحت لنا الحياة وكتبت وقدرت المكتوب التوبة من ذاك اللي فات ورجعنا إليك الهروب اللي يبغي الحياة متع بها نفسه وغرق في الملذات ما راح حد يحسه يا رب منحت لنا الحياة واللي يجمع للمال يبني به القصور والفقر حذاها اشكال
يعقب يمشي محبور يا رب، واللي يرفد الأرواح وينادي بالتكفير الغادي واللي راح كامل عنده حقير، قاصد فعل الإجرام ويقول إنها حقه وإنه بمر الإسلام يا عباد الله اتقوا، واللي مقيم الليل واللي مقيم الليل يقرأ كتاب الله يناجي للجليل سبحان من هداه، واللي ما قد تظلم والما هو واكل حق والله ما يتندم ولا ينتاب القلق. سالحت هذه نقولها مكتوب يعني تنعت اشكال من خلق الله اللي خلق كل حد ومشاكله اللي واحد فيه اصناف الناس، وهذه مولي اللي اغنية تربينا في نفس الالبوم اللي هو ألبومنا هذا الأخير اللي اسمه كنوب، زاد هي نعرض فيها نوع من نوع من القيم ونوع من الأشياء التراثية في تراثنا الإسلامي ومعروفة واللي لها علاقة بتينا قاع بشريعتنا وديننا، ولكن الربط اللي عدلت لها أنا مثلا كأنه شيء أعين عليه، نعرف زمن ما زلنا صغار ربينا ينهون أهلنا الكذب حرام وشيء وعار والكاذب ليس منا، باش نبروا والدينا برور يوصل للجنة نخدموهم حق علينا بيدينا لا يرضوا عنا، صيلة الأرحام وباتفاق اللي طبع ليها منا ينزاد في العمر وفي الأرزاق ولانا بيها يكرمنا، صلاتك صيلة لك بالله منه تتقرب تتهنى تتمنى، صلاتك صيلة لك بالله منه تتقرب تتمنى للي كامل تقدير تراه هي مفتاحك للجنة، السرقة من عمل الأشرار إلهي، السرقة من عمل الأشرار مولانا يصلح عملنا والدين ومصينا بالجار في كتاب الله وفي السنة، حيوانه للربا معروف بمر القرآن مخبرنا مع مولانا بحرب وخوف الله يجيرنا ويرحمنا، والغيبة أكل أعراض الناس اللي يرتكبها منا بلا رحمة وبلا إحساس، أحسن يا ربي أجلنا. اللهم أمين يا رب. جميل جدا. إذا هذه الأغنية اللي تسمعها نظر في دعاءات ذاك ما هو لين خلوته لين شوي يمشوا الناس يتكلمون عود مختتم والله فيه. كنت هون أختار أسألك عن العيد، جمعة العيد والأحبة، المعروف انك كانت شقيقتك الراحله الله يرحمها ان شاء الله. سوي عليها قلت لك لمت العيد وصحبه العيد بانك شنو اختلف عيدك عاقب من الله يرحمها وش جد فيه كان نفس العيد ولمت الاحبه والاخوه يا كانها ما زالت نفس النكهه والله ايش تغير فيها؟ هو الحقيقه فقدان المنين الحمد لله الله لطيف بعباده يلول ما هم عيت الله تبارك وتعالى الحمد لله ما كنت نعرف عنه بنستمر الحياة، ولكن بفضله عليه الصلاة بفضل الله تبارك وتعالى الحمد لله عوضنا الله ياسر من الشيء ما كنا مثلا نتوقعه، هو فقدان الأخوة والأهل والأولاد هذا كل حد يعرف فاق، ولكن الإسلام الحمد لله هو اللي عوض الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى والإسلام وهذا هو أشبه شيء يقدر يجي عوض به، ذا كان بك اللي قاعد تصحي الدنيا كان على قدها أطرح عندك من قدها بيلي تعرفي عن هذه الله عنها مثلا في نفس الوقت عنها مكان مثلا تفاخر وعيش وذا النوع، ولكنها مكان استعداد مولي للآخرة فهذا مثلا
الحمد لله وهو اللي أطعنا الله تبارك وتعالى عنا نعود نحن المسلمين نعود غمنا به لآخرين لأن مثلا شيء لا يعوض أبدا. الحمد لله لما أنب الله. وكنا طبعا في دائما في ذي المناسبة أول شيء نعدلوه أن نمشو شباب عصية الرحيم نزوروا الأهالي كاملين وبعدين نجوحنا ونعدلوا شيء من تعمل الفني تعود مناسبة مثلا إبداع عمل مثلا ذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام ونعود كاملين نشاركوا فيه ويخلي يرحمها خلات ياسر من المديحية اللي قالت ما قط قاعد أنا قلقي الغنات غير مديحي غنات مشي غير مثلا لذاك لذيك السمر وكان لآخر كامل لآخر كامل اللي غنات أكثرت الله للرسول عليه الصلاة والسلام وكانت الحمد لله من المحبة الحقيقية الحمد لله والحمد لله على ذلك حق الله مولانا عنه مشي محب للرسول عليه الصلاة والسلام وعارف عنه كيس الله تبارك وتعالى هذا مخالف شيء كان طبعا الإيمان منا عظيمة بطل بالنسبة للمسلمين أحيانا يعود لقاش محب الشخص ويفقده يفقد معه حياته ويفقد معه تركيزه ويفقد معه نفسيته إذا طبعا لهنا قبضوا اتصالات لهنا قبضوا مشاهدين ونواصلوا معهم الجوائز المقدمة من كيف ما قلت شركة توبلي وأيضا عطور روكسون من تابع المستحضرات جولدن روز وتيفي شوبينج وعطوني اتصال الو نعم تفضل شاركوا معكم برنامجكم نعم تفضل تفضل شاركوا تو تفضل تبريعة والله بيت التوقف ده لا قلنا تبرع والله نقول لك طشم تبرع توفي ليلة لا تبرع ما زادني زوجتيها ايه طيب ما زادني زوجتيها وكدت بأحمصي أقع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحلى مدنبية زين حتى زين حتى يا غير بعد لا يتوفينا تبرع اوتو قال لي ليله حمله التبرع معنا شو حاني شوي حد لا تقول انت لعبت شاركت في المسابقه وتفضلي تفضلي ما عندك مشكله تفضلي والله انا شاركت ولا وطي لعبت ليت طي المره ليت المره اللي تشارك في المسابقه طيها اليوتو طي المره كانت تقول لي تبرع السلام ورحمة الله تفضلي مريم بالشارع مرحبا بك ما شاء الله الحمد لله السلام ورحمة الله ما شاء الله مرحبا وسهلا تفضلي أنا والله جنب أصر الله جنب غير أصر الله الصلاة والسلام لا شكرا لي صدق لا نعطيك تبرعة توفي هاري هذه مدحة شوفي ونحلف بالله نحلف بالله عني نحلف بالله عني نبغي رسول الله برافو عليك ألف مبروك يا غير قولي الجاهزة تجبرين أنت والله أجبرها الراجل أيكم لا أجبرها انا دبر جايسي يلا واحدة وترش لا خطر انتي والله هو متصلي عند الحق في جائزة واحدة متصلي عند الحق خصوصا هو ما قال تبريعة حالي نقول لك انت قاع ما قلت التبريعة لا يعطيها المرأة اراي التبريعة اراي جائزة المرأة وفات التبريعة وقالت مودي شي عليها إذا شكرا جزيلا شكرا لكم ورانك في استماعنا أيضا عطر عالي الجودة من منتجات روكسون ومقدمة من جولدن روز تعرفوا تيفي شوبينج ومرحبا بك شكرا جزيلا لك وأعطوني اتصال
معلومه لا بدك تخرم على المسابقه المشاهدين بانوا التبرع ما معاطين ايش ما سمعت تبرع انا لا لا نقد نحاول زدانه ليش تعطيني تبرع ولا تكمل لي التبرع تقع ما بعرف عندي برع ما شاء الله لا نقول لك تبرعه اجمعني يلا بالجنة مع رسول الله 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 اجمعنا يا الله بالجنة مع رسول الله اجمعنا يا الله زين حت رائع جدا زين رانك عندك جائزة ايضا وله تعطوني اتصال يا رائع لك واحد اخرى له نقول هذا ايوه زين جائزتين ما عندك مشكلة انا يا ربي انا دقيقة. يا ربي مجنونة من حب النبي انا يا ربي مجنونه من حب النبي مجنونه بحب النبي زين حد زين لها تفضل مشاركتك شنو تبرعتك شنو عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم تفضلوا وعليكم السلام عليكم مرحبا بك وسهلا تفضل الصلاه والسلام برعان وفرقته قول تبرعته هاي تقلبك تبرعته انا ما عندي تبرع لا تعمل زي تبرع شوقي للرسول شوقي للرسول ما هو قاع الشوق شوقي للرسول ما هو قاع الشوق ما هو قاع الشوق ما هو قاع الشوق ايش مولود ايش شوقي للرسول ما هو قاع الشوق ما هو قاع الشوق ايوه كمل معقول والله المجنون معلومة ولا تساعدي خالد لا يكملها مولود والله الو لا ايوه انت ما قلت تبرع ولا كملت تبغى تكلم واحدة الاخرين الاولين كملوا كلهم كملوا التبرعة اذا اتصل بنا مرة اخرى مرحبا بك وسهلا مرحبا لا تعطونا والله لهنا قبضوا لحد الساعة فاز معانا فاز معانا ثلاث ترواقيج بالإضافة لمعلومة ولهنا قبضوا معلومة شنو رأيك تقدم لنا الأغنية الموالية أربينا نعود نرجعوا للمز أربينا هي طبعا كلمات رائعة جدا أيوي كارسي كانوا هو يجي جاهزين الشباب يعودوا جاهزين الأغنية بيدنا لا يرضوا عنا
انه تتقرب تتمنى للي كامل تطير ترى هي مفتاح للجنة نار مرماز النسفان ربينا ينهونا هنا الكذب حرام جدا. هاي الاغنيه ما هي معقوله انت الحين ايضا هاي الحين لحن عربي لحن عربي الكذب شنو عن الكذب الكذب حرام وشنو عار والكذب ليس منا والخلع عنا من المصيبه هون نكون عادي جدا لا تقولي نتخمن بيهم قبل ما اخذ الاغنيه تجبري وحدين مثلا شقلتهم لها الكذب وقابلين جرائم مثلا يقعدوا قاع خاف من الكذب وماسين عنهم هم اللي ما يتوسر ايه خليك لي وهم اطمنهم الكذب اللي الكذب اسواق على الله تبارك وتعالى الا الله يفكنا من نوته ان شاء الله طالبين الله ان شاء الله لا يديروا في طريقنا ولا يديروا في حد نبقوه ان شاء الله ويفكنا مولي احنا من ويسمح لنا مولي حتى جميل جدا اذا اعطوني اتصال نعم تفضل الو تفضلوا نعم الو الو نعم تفضلوا الو تفضلي تفضلي عندي مشاركه معك والله مشاركة. تفضلي مرحبا بيك وسهلا تفضلي تبرعتك شنو هي عندي تبرعه والله تفضلي من عزنبينه ما اكل الغيث بلا زبينه من عزنبينه من عزنبينه ايه ما اكل الغير بلا زبينه زين حد ما اكل الغير بلا زبينه رائع جدا هي زبينه الله نعزم بينا مات للغير بلد فينا زين حتى اذا مبروك لك الف الف مبروك على جائزتك مقدمه من توبلي مرحبا بك وسهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا وسهلا وسهلا هذه زينة رائعه جدا لا تعطوني اتصال اخر لا تعطوني اتصال اخر وطبعا المعلومه سابقه تعطوني اتصال
كنت طبعا عضو البرلمان وبطبع عضو في غرفة الشيوخ، وكنت مجلس الشيوخ وكنت في واحدة من الجلسات، ما نعرف كانها كردة فعل على فلسطين، والله اضطريت تغني في البرلمان. تذكرتي قلتي الفجرؤاتي شحت الهمم، الفجرؤات الفؤات الفؤات، والله غنيتي بها كموال ليل المجازر والضياع. ديك الساعة كانت حاجة اللي عنو ديك المذبحة اللي خلقت بجنين. أول مرة تغني بالبرلمان ديك المرة؟ طبعا عبرت بطريقتك. واخر مره نقولوا اخر مره يعني كنا يعني في موقف كان موقف متين، ساعة الناس مثلا القلوب مشحونه والارواح مثلا لاحقه اللي تلحق. انا كنت يعني نتكلم في ذاك المجال ذاك، وحاجه اللي منين لحقني هذا ديك الساعه مثلا نقد نعبر. لحقتني ذاك الوقت، ذاك الوقت التعبير اللي اقرب للخالق هو عني نغني ذاك المقطع. وشنو ردة فعل البرلمانية؟ ردة فعل باطل الناس كاملة كانت تخرصني بحرس شنو نقول؟ عندهم عضو الشيوخ الاول هو غير ملي مثلا كان قد يعود مثلا بهر واحدين في البداية، ولكن ملي في الحقيقة تزامنا مع الحدث وحجم الحدث مثلا كان قد يعود ايجابي اكثر من واقعه كان ايجابي. كان ايجابي ولا تم يسيرين فلسطين الموال فجاه ولا يعني وتوف جليات المقطع عن فجرؤات ابهوات. جميل جدا. شنو هي المره الاخرى اللي شحنت عواطفك لدرجه الرسائل رسائل فنيه؟ كيف بدت ترك اخبار المديحيه؟ اخبار المديحيه كانت الرساله منها هي ردود على النساء او ردود على المديحيه اللي هي نبيله الاخرى اللي تلقت السيد المهدي، هذه الاغنيه اللي كانت هي الاخرى مثلا تؤكد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جاء رحمه للعالمين وجاء القيم النبيله والاخلاق الحميده والاشياء من الاسلام والسلام. هذه كانت مثلا رسالة من هذا، وأنه ليس مثلا كما يصفه الغير أنه بالسيف وبالقهر، فهذا هو عكس مثلا اسم الرسالة ضرب في الوقت هذا الحالي. هذا من خلال هذه ومن الأخرى أغنية مكتوب فيها رسائل مثلا عن ولي الإسلام، عنه ليس مثلا عن الإسلام عن 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 الله، عن مثلا خلق أنواع من الناس وهذا كاملين على قدهم، بين اللي غافل عن ذكر الله تبارك وتعالى وبين اللي واحد في الدنيا اللي هو هذا ذاك اللي يجمع توجيهية أغنية وبين اللي مبيح ما حرم الله بحجة انه من الاسلام اللي هو القتل والخوف والرعب في الدنيا. منها هذا كامل على قد اشياء انواع من الناس، وفي نفس الوقت ملي هنالك من خلق الله تبارك وتعالى النبات قائم الليل ويسجد لله تبارك وتعالى ويتعبد، انواع البشر كاملين على قد عن هذه كأني عرضت عروض يعني من انواع الله خلق الله تبارك وتعالى اللي خلق مثلا. ومن بين هذه العروض مثلا انت كإنسان عندك انت من نفسك اختيارك، حرف اختيارك وحرم اللي مثلا في هذا لا تشوفي الصوره المثاليه من بينات هذا وتعودي مثلا هي الاقرب روحك وتتلامس. فكل شيء الاغاني كلهم كل شيء يعني يحمل رساله، ويجب عن ما قدموا شيء شنو هو ما فيه رساله مفيده، لان الموسيقى فيها كثير منها مفيد اذا وجد فيها. يقول عندي والد قط قال فيها قط قال فيها شين عرفات له خلطته العاقل اصلا اللي فينا اللي نحن اصلا قدوه عندنا، يقولوا ايا واستشهدوا بقافل محمد يحيى البوباني، يقول لك لا حكم عدل فيه فتوى ابن حزم يقول لك سراق مطقي ما هي قول سمع الهول وجم الدربي وهاجت فيه السرقه والهول وهو يجمها في القلب. حتى مثلا ذريق حتى مثلا هذا هو اللي الحقيقه الانسان حسب الانسان انت انسانه صالحه اصلا فطرتك، انسانه مثلا تريد ان تقدم مثلا خدمه حقيقيه
يسجلها لك مثلا الزمن والتاريخ ويسجلها لك اللي مثلا تخليها وراك لابد من تعود ده كان يرعى الإنسان الإنسان هو مرآة مثلا ما يجول في قلبه وهو اللي يظهر ظنه إلى عاد اللي صالح وإلى عاد اللي خاسر مثلا حتى إذا لنا قبل اتصالات وما زلنا معكم الرقم على الشاشة والجوائز مقدمة كيف قلت موجودة الليلة يلا اتصلوا بنا كاملين على الرقم 45 29 32 14 وأعطوني اتصال. ألو نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا تفضل. ياك لباس. تبارك الله ما شاء الله. ياك لباس. لا الخير الحمد لله. ياك لباس ما شاء الله مرحبا بك ياك الخير تبارك الله على باط ضوء ذكر منينة الله نختار نقول لا هرداد في القناة الثمينة أرحم منينا يا الجواد منين ذكرت منينا يلا زين حت الله يسلمك إن شاء الله زين حت اللهم آمين يا رب الله يلحق أعطي جائزة على بالنسبة للمعلومة ترى أنا أعطيت وأنا جوائزي كاملة كنتاش الله يطول عمرك جزاك الله خيرا تبغيني لمدح ومداحة هي بالفن راهية فاتت على الشعرة والمداحة حتى مرحبا الله يخليك جزاك الله خير ذاك محمد يحيى صديقي مني بيك حتى وأخير وأنا بقيت بعض بقيت الحال أخير أخير محمد يحيى الله يخليك وأنا بقيت الرسول لا يطامع هي جايزة وعدنا مع طيارة أنا بقيت أي استحق الجايزة مريم مريم لا بد حتى الرسامة هي لا تقيس أيوة الرسول في يوم بدر وحنين ارتاعوا حق المشركين طوف هذا هي المشاركة هي مشاركتك ايوه شكرا لك رانا مبلغين السلام حتى للشيخة والفنان العظيم مرحبا بك وسهلا وسهلا شكرا لك مرحبا بك شكرا وانت ان شاء الله ودورك دام الزر جاي ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك وسهلا مرحبا اذا لهنا قبل اعطونا اتصال اخر وكيف ما قلت لكم جوائز مقدمة من شركة توب كليل الالبان وايضا مقدمة من ايضا عطور وهي عطور عالية الجودة ريكسون وايضا مقدمه من كما من جولدن روز معروفه بتيفي شوبينج عن تيفي شوبينج وايضا الجوائز مقدمه طيله الحلقه الليله خاصه لكم لا تتصلوا والتبرع مفتوح تبرع على الرسول عليه الصلاه والسلام ولكم كامل قلبته تبرعي دور الله نحاولوا نمشوا معاه مهم بعد محصل مشاركته واعطوني اتصال اعطوني اتصال تفضلوا نعم الو تفضلي الو السلام عليكم سلام ورحمة الله مرحبا سيدي وانا عندي تبغي يعني اقدم هاتي والله تفضل نبقي فوق ونبقي تحت محمد ولا منت نبقي فوق ونبقي تحت محمد ولا منت ولا منت زين حتى نبقي فوق ونبقي تحت محمد ولا منت مرحبا بيك والف مبروك لك مبروك مبروك انت عندك جائزة ايوه لا خاتم لمبيه عندي تبريعه ثانيه والله والله تفضلي نعود الظالمه من الاميه زين حتى لولا خاتم لمبيه نعود الظالمه من الاميه من الاميه زين حتى وطرق ما كانوا ينسعتوا سالف محمد ولا منته زين حتى اذا الف مبروك عندك جائزه والف الف مبروك فزتي معنا بجائزه الليله والف الف مبروك مرحبا بك وسهلا لا تنسى الرقم واعطوني اتصال اخر كما اسلفت مرحبا باتصالاتكم كاملين والرقم هو 45 29 32 14 والجوائز هي مقدمه من شركه توبري وعطور ايضا عاليه الجوده ريكسون مقدمه من جولدن روز واعطوني اتصال اعطوني اتصال تفضلوا قطع الخط
إذا أحمد يحيى قدم زين حتى رجال عدا الله يرحمه إن شاء الله. ناس كاملة تذكرت ذكر حسن أخلاقه تذكر. الحمد لله. أنا من الأشخاص اللي تفاجأت برحيله للأسف. رحمة الله يناله. كنت دائما أبغى أسولك عن ياسر من الغربية اللي شفتك تأثرتي قبيل ما قدرت أنا نواصل الأسئلة معك تخيل أسولك أسئلة أخرى. أختي فكر إحنا حتى الآن ما زلنا دارهم ما يقدوا يخلصوا أعمالها ولا يقدوا ما زالت عدنا ذيك الحالة إلى برك اللي تعرفيها في الحقيقة كانت بالنسبة لنا هي هي اللي نعرف عايشة يرحمها والدتي تقول المعلومة زرقة ولا بد لها من منينة اللي تقول منينة فطينة وذكية ولا تقدر ما تبغى تطيح بالأخلاق سمعت ولا تقبل مثلا يكون مثلا غريبة كانت مثلا افتقدت حتى تمت تظهر لك وتنازق وتقول كذا افتقدت حتى انا اصلا تعرفي كنت يقولوا الببان اصلا اخواننا الببان اصلا يقولون هم معرفه بالعقل تعرف بالذكاء وانه اللي ما يداح زرق فهمتي وهي منين شبهت الوالده يرحمها وانا شعدت اقربانا للوالد ما قصفنا احد معترف يقول عن راسه ما شاء الله عليك موفالك ذكية الله الله حق ماني مثلنا هي تبارك الله اللي هي كانت ذكية دارت مع الشعر قرض وصوه معانك مع الشعر قرض انا لا تعرفي نحن اصلا والدي يرحمه كان انسان واضح حتى فهمتي انسان ما يدق يدرك شيء واضح راك من نعود نبقي رواية نعود نبقيها حق عندي نعود رواية نعود فيها حق عندي هي ما فيها الصنعة ما نعرف هي ما تقبل هي ما تخلي مثلا ما تخلي حد يفقع ما تقبل الفقايع ولا ما تفقع شفتي هي ودائما مثلا ضاحكة ومتمشي للناس كاملة ومن يعود رقاي سامع عنه شي خاسر ما تقبل تظهر لما وشي صالح فهمتي القايلة انا الصبينة ما انا 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 عكسها هي سمعت بي اللي ما نقدم لمدارك فيها رواية فهمتي انا واضحه حتى ايش بتوي يرحمه ذات من الوضوح ثم اللي هو يرحمه كان ابيض حتى ما يقدي لما روايه الوضوح مشكله الزمن لابد من قدر من الدبلوماسيه وقدر من لا امورك حتى قدرنا حق زين اذا انطوني اتصال تفضلوا الله ينادي نصلي صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على بركة الله وبركاته تفضلوا الرقم هو اللي على الشاشة رقم فيكس و تفضلوا انقطع للأسف الخط انقطع حاولوا ما تنتشوا مع أي رقم للأسف حلقة العيد حلقة 28 نوفمبر هم واحدة ما كتب المخرج رقمها وضيعوا علي وقالت لي واحدة من الناس اللي فازوا بالجائزة بأنها تصرت بها أول مرة من الناس اللي انقبلت رقمها على الشاشة أنها تصرت بها وقلت لها لا تتصل بك ما أعطيتها رقمي ومن ذيك الساعة انتظر اتصالها ولا تصرت والوطنية الألبان ما زالت جائزتها عندها أنا الجوائز ما نقبلهم لا خليهم عندها لهم يجي المشاهد اللي هي عندهم يقبلهم ما عندي علاقة بهم قال أنا وسيطا بينكم لأن أقبل الرقم لأن وصل الرقم للشركة ولذلك ما نختار الإخوة في الاستوديو يضيعوا أي رقم وأعطوني اتصال تفضلوا نعم مريم تي أغرق بعد مشاركة زين ما عندك الحق في التراي جاي راك مسبقه في المشاهدين وانت انا مولي قد اللي انا وزدان قد والله انت قاسم معك جايزتك انت قاسم انت الجايزه اعطوني نعم تفضل نعم تفضل خويا تفضل ما لك سامع على تباني واجع محمد روحي تبقيه النبي صلى الله عليه زين حت محمد روحي تبقيه النبي صلى الله عليه ما عندك تبرعي أنا قبلها محمد روحي تبقيه النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه هاي لا وازنة بعد الشيوخ ما هو تبرع حق الله ما هو محمد روحي تبقيه النبي صلى الله عليه
محمد تبقيه روحي صلى الله عليه. محمد اذا بعد رانا قابلينها وتو رانا نعتبر انها تبريعه والف مبروك. محمد تبقي روحي صلى الله عليه. صلى الله عليه زين حتى. تفضلوا تفضلوا رانا عاطينه الجائزه هو الله مشيت لك. تفضلي تبقي روحي صلى الله عليه. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. نعم تفضلوا. راه وضيع ياسر من والله يلحق والله يلحق في انتظار انتظار المكالمات. الناس من فتحت قبال تتهيئ قبال تسعود متهيئ ناحيه الفنيه وناحيه مولي البديهه. تفضلوا. للاسف يقال لا مشاهدنا لا مر ياسر من من المكالمات. مر ياسر من المكالمات صح. تفضلوا تفضلوا. نعم ثاني مرحبا. تفضلوا تفضلوا. نعم تفضل تفضل. ما نبقي ما هو رسول الله. رسول الله ياك الزين. ما نبقي ما ما نبقي ما هو رسول الله. رسول الله ياك الزين. رسول الله. قلت لك ايه تفضل. قلت لك ما نبقي ما هو رسول الله. ايه رسول الله ياك الزين. الله يلا زين حتى قال بعد ما هو وازن حتى وازن لانه زين قال ما هو وازن. قلت له لا يعطيك تبريعة يوفي هذه. ايش قلت؟ هو ما قد يوفي تبريعته هو. يوفي تبريعته. شوف تبريعة ما اللي قلتها قبل لين عندها لك الشوف. انا هذي نقولها لك انا قلتها قبل ونحلف بالله عني نبقي نبقى رسول الله. رسول الله. راي حقت لك الجائزة راي حق له. ألف مبروك. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. لهي لي تعطوني اتصال آخر. إذا المعلومة. مريم الحلقة ما كانت تصلنا. ماشي به اللي عقبها ياسر منا. ما روجت للناس حتى صح صح. تفهم مضمونه. صح صح. اللي هو كان لابد من تعود الناس كانت صح وقدمت لها الحلقه وقدمت ياك تعود جاهزه ببديهتها وجاهزه باتصالات وجاهزه بالتقرير. اقول لي يلا صح ولا جبرت مثلا وقت بين هذه الاحداث المأساوية اللي عاد ما صح. خطي المكالمه اللي تكتب ترقب حد. تفضلوا. السلام. السلام ورحمة الله. شحالك من الخدمة؟ ما شاء الله الحمد لله. أيوا نقول لك تبرئ. الله. تفضلي. كانت بعد إيماني من أجل سيد الإخوان. كانت بعد إيماني من أجل سيد الإخوان. إيه ما في. كانت بعد إيماني من أجل سيد الإخوان. كامل بعد كامل بعد إيمان إيماني من أجل سيدي الأكوان. من عزة سيد الأكوان. من عزة سيدي الأكوان. من عزة سيد الأكوان. كامل بعد إيمان. كامل بعد إيماني من عزة سيد الأكوان. كامل بعد إيماني من عزة سيد الأكوان. لقيتيها حالا كتبتي أنت ورق لا لا محاولة بعد فطور جائزة. كامل إيماني. كامل إيماني من سيد الأكوان. سيد الأكوان. تقول حتى كامل إيماني من عزة سيد الأكوان. ما صار عندك. إيه كامل إيماني من عزة سيد الأكوان. إيه صحيح أنتوا كلام بيضاع عن بعض. إيه. كامل إيمان معناها. كامل بعد إيماني والله كامل. بعد قريها. قريها. كامل إيماني من سيد الأكوان. من عزة. من عزة. كامل كامل إيماني. كامل إيماني قاشي يعني. كامل كامل إيماني من عزة سيد الأكوان. كامل
زين زين الحين لكن نقول بها شوي كانت عود تبريعة. إذا نعطوها الجائزة. نعطوها لك بس. لا ورنا نعطيك الجائزة ألف ألف مبروك. رأي الشيخ أعطتك الجائزة. أنا قاعدة أصل الحديث. نعرف انت مضمنتيها زينة 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 مضمنتيها قدر مرحبا بيك وسهلة شكرا مرحبا وسهلة كانت شوي خاصة قدر التوازن تو مرحبا بيك وسهلة مرحبا وسهلة شكرا جزيلا شكرا للبنالة شكرا شكرا مرحبا بيك وسهلة. اذا لهنا قبضيك المدحة مدحة بدأنا بيها بالنسبة للناس اللي انضمت لنا جديدة شنو رأيك ومنين شو قالت كلمتهم اللي قلنا فور قناة فور الحلقة قلنا نديروها بالعرض سيد لما سيد لما ما نحكوه ذكرنا بكلمات شوف بينا سيد لما وفيانو خلينا الصنع نقوله مكتوب والله مكتوب يا رب منحت لنا الحياة وكتبت وقدرت المكتوب التوبة من ذاك الرفات رجعنا إليك الهروب اللي يبقي الحياة متع بها نفسه وغرق في الملذات ما راح حد يحسه واللي يجمع للمال يبني به القصور والفقر حداه أشكال يعجب يمشي محقور واللي يرفض الأرواح وينادي بالتكفير والغادي واللي راح كامل عنده حقير قاصد فعل الإجرام ويقول إنها حقه وإنه أمر الإسلام يا عباد الله تقوا واللي مقيم الليل يقرأ كتاب الله يناجي للجليل سبحان من هداه واللي ما قط ظلم والما هواك الحق والله ما يتندم ولا يشعر بالقلق مكتوب مكتوب شنو توجهك من ملاحظة توجهك الروحاني في السنوات الأخيرة وسترك دائما اللباس عدتي الساترة حتى ياسر من اللباس وعدتي وتذكري رعيتي في المحاضرات للتوجه العام شوفي أنا في الحقيقة ما طالي شيء أصلا أنا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي مولي ثاني كان دولة إسلامية وأنا لا واحد من الناس تبر نفسي فاصلة حتى في ياسر من 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 مثلا للحياز وظهور الإسلام وقال الحمد لله الحمد لله ما عادة لابت الباسي سوكي في الناس كاملة كيفتي كنتي كنت وحدات أخرات ماني ظاهرة ما ظاهر لي عني مثلا طاري لي في الشي ما كنت ولا مثلا ذلي كنت نعرف الله هو اللي مزلت نعرف فهمتي وتوب الله حق عني طالب مولانا إن شاء الله يعمل مولانا ويحسن حواتي لكن الأحوال كنت زدتي في ذاكر كان خارج لك من زاكر حتى في السنوات شفتي الأخيرة شفتي مريم حتى يظهر تجلي فقاني ويظهر أيضا في كثرة الباس كل دائما من أنا من الناس اللي يبقي التأمل فهمتي يبقي حتى التأمل ونبقي ملية نبقي التفكر في خلق الله تبارك وتعالى ليلي بيلي هذا وحده مثلا فيه ياسر من شمونك عند الروح من تتمعني في خلق الله تبارك وتعالى كل شيء في سياقة الله تبارك وتعالى الأحداث وذي اللي يخل كامل اللي تعودي تشوفي مثلا هذا مثلا قد يعودي اللي ساعدني في كتابة الكلمات في كتابة الكلمات مثلا لابد أنا من حد يعود مثلا يكتب شيء نابع منه نابع من القلب شيء صادق
والإنسان ما يصيب على الصادق في أي تجليات واضحة ما تحتاج شيء أي اتجاه اللي بدون صدق مثلا ما يعود مخالف صح الحقيقة الحقيقة أتمنى والله أرغمنا الله تبارك وتعالى إن شاء الله أن يجعلني ويجعلك إن شاء الله من الصادقين والمخلصين في العمل لله اللي مقبول منه العمل إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى وفي الحقيقة هو الحمد لله عنا نحن موريتاني في دولة طالما أنا غير ملتزمين أهلنا الحمد لله الموريتان ما شاء الله الناس المسلمين في البيت قرهم مظاهر التزام زائد تعود متجلية في الشخص فهمت والله يتصاب مثلا كامل قد يعود مثلا يفكر قد يعود أحيانا ما نعرف وقع كان يشبه مد قابلت تلقة الإسلام عن قناعة صح. من مدة مثلا قابلت عن فطرة وتوفوا عنا مثلا كانوا والديهم مسلمين وتعقب تشوفوا أشياء أخرى وزوقوه الحقيقة مهم يشرب الإنسان من من من, من, من الإسلام بقناعة يعيد يعيد راجين عنا نعود من ذاك الناس يعيد رأسه مثلا رأسه غير أذاني مع هذا ياكل مثلا انا من الناس اللي زين عندي حتى التأمل ما نقدر نقول لك شيء ما هو التأمل يعني في التصوف ياسر مشي روحاني حتى ياسر مشي روحاني فهمتي وهم اللي مثلا الناس تختلف هنا من دوتالي ياسر من الاشياء لان احنا بعد الموريتاني نعرف عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأهله وصحبه عن هذا مهم الحمد ونعرف عن ملي مثلا حد مثلا قراب مثلا سيرته عليه الصلاة والسلام وشاف ملي هذا كان بعيد عنه لا ينزاد في المحبة والناس أصناف بها اللي كان مثلا ظاهر اللي كان باطن إذا لنا قبض مزار اللي جايستين لأن قبلهم ضرب ونعودنا ختمه بما أن الوقت توخر قلت نفاد بتصاري حتى هنا قبل خطوري مكالمات الواعي الأرقام تفضلوا مرحبا بك مسألة تفضلوا نعم تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا أنا عندي تبريحة اي والله تفضل عندي تبريحة تفضلوا الله تفضلوا محمد انا روحي تبغين محمد صلى الله عليه زين حت محمد روحي تبغين محمد صلى الله عليه شنو رايك معلوم هذا لا انا هذا 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 اي تنسمو عنده الشيطاني محمد الشيطاني ايه مدح محمد روحي تبغين محمد صلى الله عليه عليه الصلاه والسلام روحي تبقيه محمد صلى الله عليه وسلم ايه وزين مهم رقمك راهو ما قبلوه اعطينا رقمك رقم ايه اكتبوا رقمه كم كم رقمك هو ما قبلوا رقمك يقدر يقبلوا رقم لا سابق المكالمة رقمك كم رقمي انا ايه نقولكم رقمي 46 الو ايوه 46 ايوه 45 64 هلال والمن اذا كتبت رقمه 46 45 اذا شكرا لك لا تخطوني مكالمه بدك تكتب رقمه لها اعطوني اتصال اخر مرحبا وسهلا شكرا الف مبروك اعطوني اتصال اخر سبحان الله تفضل نعم تفضلوا نعم تفضلوا مرحبا بكم سهلة انا في الوطنيه تفضلي انا عندي تبريعه والله تفضلي عندي تبريعه تفضلي نشهد بالله عني نصر رسول الله نشهد بالله عني نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام ايوه زين لا قلت انه في مدح والشقاري قريب منه قريب جدا
يختار مدحة زيني متقاربة. على كل حال ألف مبروك، رانك مولي بستي معنا بما أن الوقت وفر بستي معنا، وألف مبروك. استغفر الله. إذا رعنا فيك السادة معنا ما تستغفين برنامجنا لا استغفرتكم. إذا شكرا لك، شنو كلمتك كلمة أخيرة؟ في الحقيقة كلمة كلمتي أولا شاكرتك على أنك دائما الحمد لله أنت بنفسك تحاولي تجيبي أفكار جديدة، وتحاولي ملي تقدمي مثلا ما استطعتي من شيء مثلا يخدم هذا المجتمع ويجيبه، والحمد لله هذا شيء رائع جدا، خاصة عنك الحمد لله امرأة، وإحنا نختار العلايات دائما يتميزي، وأنت الحمد لله تميزتي في الحمد لله الإعلام. شاكرتك على حضورك كصحة هي الحمد لله على هي ظهرت مثلا عنها لأن الحمد لله عندها مهيبة. وشاكر طبعا القناة الوطنية، و متمنية إن شاء الله هذا الوطن ياسر من إن شاء الله الازدهار والرفاهية، ومتمني إن شاء الله يحفظنا الله بالأمن والأمان إن شاء الله، ومتمني إن شاء الله للشعب الموريتاني كامل على قدو ياسر من الخير، ومتمني للأمة العربية والإسلامية إن شاء الله يسودها الأمن ويختفى عنا هذه الحروب، هذا القتل، هذا الدمار، هذه الفوضى العارمة في عالمنا العربي والإسلامي، وأن يحفظهم الله إن شاء الله تعالى ويحفظ دماءهم إن شاء الله. ترجع طبعاً سوريا والعراق أماني جميلة نابعة مع قلب طيب، القضية الكبيرة اللي هي قضية فلسطين الأم أنها إن شاء الله تعالى تنحل إن شاء الله في عاجلة في هاي السنة الجاية إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله لكل الشعوب الخير والأمن والعز. والحمد لله رب العالمين. أمين. إذا طبعا أماني جميلة جدا تتحدى حدود الوطن والأمة الإسلامية والعربية، طبعا نابعة من قلب طيب. ونختار هنا نشكر الناس اللي قدمت جوائز في الحلقة في محبة الرسول وفي التبرع من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. نختار نشكر شركة توبلي، شركة الألبان المحلية، ونشكر أيضا جولدن روز اللي قدمت لنا عطور عالية الجودة نسائية ورجالية كجوائز في الحلقة، أيضا في إطار محبة الرسول وفي إطار دعم البرنامج اللي عن محبة الرسول. وطبعا التبرع هو محبة، والمحبة أحسن ما تكون، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أمساك روكسون طبعا رجالية ونسائية. وشكرا للطاقم الذي سهر معي، شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة، شكرا للفنانة الكبيرة وسفيرة الوطن، وأيضا الشيخة عضو مجلس الشيوخ المعروفة أيضا. وشكرا ونحلف بالله أن نبقي رسول الله. في اللقاء. الحمد لله.